تسريبات امتحانات الفيزياء لسنة 2021. وطبعا إخوان في مصر يبحثون طبعا عن هذه التسريبات. فتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها تيليجرام مجموعة من الصور الخاصة ب طبعا مادة الفيزياء للثانوية العامة لسنة 2021، طبعا توجه علمي. فهذه طبعا تسريبات ظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنصف ساعة بعد مرور وقت بداية الامتحان لهذا العام طبعا، وطبعا فيما يؤدي ما يقارب طبعا 393,864 طالب بالشعب العلمية امتحان الفيزياء للثانوية لسنة 2021 بنظام البابل شيت. وطبعا هذه التسريبات جاءت كنتيجة لاستعمال طبعا أجهزة التواصل كالهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي يجدر الإشارة إلى أن المتورطين سيكونون رهن عقوبات تشمل طبعا الرسوب في المادة والحرمان من دخول امتحانات الدور الثاني، وكذلك الحرمان من دخول الامتحانات لمدة عامين. طبعا هذا هو الخبر، والسلام عليكم ورحمة الله.